مشاهدينا الكرام، أهلا بكم معنا ومواجهة سينمائية جديدة. سيظل يصنع الابتسامة والبهجة ونحن نشاهد سيدتي الجميلة أو شنبه في المصيدة، أو نسمع صوته كزوج مقهور وزوجته الفنانة خيرية أحمد تنادي عليه: محمود أنت نمت يا حبيبي. فؤاد المهندس لقب بالأستاذ ليس فقط لكونه فنانا مختلفا ومبدعا وصاحب تجربة مهمة، ولكن أيضا لكونه وقف وساند عدد كبير جدا من الممثلين الشباب في بداية المشوار. الأستاذ فؤاد المهندس هو واحد من الفنانين القلائل الذي يطلق عليه فنان شامل، وذلك لأنه مارس التمثيل أيضا في الإذاعة والتلفزيون والسينما، الغناء في بعض الأعمال، بالإضافة أيضا لكثير من الأفلام والمسرحيات المتنوعة. مشاهدينا الكرام، نحيي اليوم من خلال هذه الحلقة من مواجهات سينمائية ذكرى الفنان الكبير فؤاد المهندس، والتي حلت في 16 من الشهر الحالي، ونحاول أن نعيد للذاكرة بعض أفلامه اللي تجاوزت 70 فيلم، بالإضافة أيضا لعدد كبير جدا من المسرحيات. كونوا معنا في هذا اللقاء، ونرحب في البداية بالكاتب والناقد السينمائي الكبير الأستاذ فاروق عبد الخالق. أهلا بك. أهلا بحضرتك. نتوقف مع أول فاصل وفؤاد المهندس. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. يا محمود بتقول ايه في ليه يا محمود؟ لا يا ستي، ده انا بس حد زعلك يا حبيبي؟ لا يا ستي، ده انا بس حبيبي يا غاوي خمس مرات زي القرع تمد البرة، وما فيش مرة من المرات تهدى وترسي لك على قرة. خطير أيوة خطير، والكل يشهد بالكفاءة من الصغير للكبير. أعرف كتير وافهم كتير، لولا التواضع كان زماني بقيت على درجة سفير. بضر رقبتي توتكت عالإيتيكيت، تلوح يمين تلوح شمال لما استويت. غرقان لشوشتي في الاحترام لما اتهريت، شايل هموم الكون وعمري ما اشتكيت. انا شايل الهم زكايف ومليش في الحق صاحب، والكل الكل بياخدوا رأيي في معظم المصايب. متفلسف في اللماضة، متأستز في النوايب، مزمن في فن البروتوكول ووتقي درج ماليش نظير. 30 سنة في الهم ده حتى اسألوا جد السفير. انا واد خطير ايوة خطير، جدا خطير خطير خطير. العهدة جوه القصر ده بمليون جنيه، وانا اللي ماسك كل ده بدقة ونظام، حتى الطبيخ لازم انا اللي اشرف عليه، وانا اللي علمت المدام حشو الحمام. انا اصلي دبلوماسي وعنيا في وسط راسي، احب احب امشي حالي وفاهم اختصاصي. اصلح المشاكل واصلح الكراسي، 30 سنة بالشكل ده حيوية ونزاهة وضمير. لولا التواضع كان زماني بقيت على درجة سفير. انا واد خطير ايوة خطير، جدا خطير خطير خطير. مشاهدينا الكرام، نبدأ معكم هذا اللقاء عن المبدع الكبير الأستاذ
فؤاد المهندس، ويعني كما شاهدنا هذا الفاصل لبعض أعمال الفنان الكبير فؤاد المهندس، والتي تنوعت ما بين الأدوار المساعدة صديق البطل أو غيره، ولكنها أيضا كانت أدوار بارزة جدا، وبين أدوار البطولة المطلقة. مشوار مهم جدا لواحد من أهم عمالقة الكوميديا في مصر فؤاد المهندس. ويسعدنا أن نرحب مرة أخرى بالكاتب والناقد السينمائي أستاذ فاروق عبد الخالق، منورنا يا فندم. يا اهلا بحضرتك. واكيد يعني فؤاد المهندس له مكانه خاصه جدا في قلبك زي كل عشاق فنه اكيد، ولكن بتشوف نشاه فؤاد المهندس الاولى والبدايات اللي ممكن تكون بتشكل الموهبه الحقيقيه، هل ساعدت على ابراز هذه الموهبه الفنيه بالقدر اللي احنا شفناه؟ مؤكد هو، وعلى مستويين، مستوى الاسره اللي نشا فيها أو مستوى الزمن أو الحقبة الزمنية اللي نشأ فيها. تمام. على مستوى الأسرة كانت بتمثل مناخ جيد جدا جدا، ممكن من خلاله تشكيل ذهن واعي ومثقف، لأنه والده كان شخصية مرموقة جدا على المستوى الثقافي والمستوى الأكاديمي كعميد لكلية دار العلوم، وأيضا كوكيل لمجمع اللغة العربية. وله مؤلفات كثيرة، وكان بيبقى سعيد قوي وهو بيغرس جوه ابنه انه ازاي يقرأ كتابه ويوفر له الكتب اللي ممكن تتناسب معاه، وكان مؤثر جدا جدا في حياة فؤاد المهندس والأسرة بالكامل. الأسرة يعني أخته الأكبر منه صفية المهندس طبعًا. أو درية الإذاعية القديرة طبعا، ولها مكانة كبيرة جدا في تاريخ الإذاعة، ودي أكبر من فؤاد، فبتشكل جزء من الثقافة بتاعته، وخاصة إن أنا مشتغلت في الإذاعة كمذيعة، ودي كانت مسألة نادرة شوية. ومن باب اقتحام المرأة لمجال من مثل هذه المجالات اللي فيها توجيه للرأي العام ومخطط الرأي العام كل يوم، مؤكد كان ليها حراك ما داخل الأسرة وداخل ذهن فؤاد. وزوجها بابا شارو طبعا، بالظبط، الأستاذ محمد محمود شعبان طبعا. هو الجزء الثاني، المناخ اللي هو نشأ فيه. السينما كان فيه والمسرح كان فيه مسألة تحول من خلال مرحلة الملكية ثم حرب فلسطين والمحتوى الاجتماعي اللي كان محيط بهذه الفترة، واللي كان بيركز على جانبين مهمين اللي هو الطبقة الأرستقراطية والمصالحة التي يجب أن تتم، أو التوفيقية التي تتم مع الطبقات الفقيرة وما إليه، وإنه إزاي ممكن تبقى المسائل بهذا الشأن. تمام. الجزء الثاني في مسألة الروح الوطنية بصفة عامة، أنه في حرب فلسطين، أنه بعدها نشأت الثورة، أنه الجامعة ونظام التعليم بقى يبقى فيه قيم معينة أخرى بتغرس، في تحول اجتماعي. ما يميز فؤاد أنه كان في استجابة سريعة للتحول، لكل هذه المتغيرات، بالضبط، مش من خلال اللغة الخطابية، ولكن من خلال الحس الإنساني القادر على التعبير عن، بقى في شريحة عريضة جدا جدا احنا منها وهو منها، وممكن يعبر عنها بشكل جيد. تمام. أثناء دراسة فؤاد المهندس في كلية التجارة قام ببطولة مسرحية، والأخرج هذا العرض المسرحي كان الأستاذ نجيب ريحاني. هل ده لما حصل في بداية مشوار فؤاد المهندس خلاه بعد كده طول الوقت يبقى عينه على تجربة نجيب ريحاني ويشوفه كقدوة، والبعض كان بيشوف انه كمان بيقلده الى حد ما، لان حتى فكرة البطل المثالي اللي بيتعرض لسقطات كثيرة في حياته بيتخبط طول الوقت ولكنه بيحاول طول الوقت يقوم، هل بتشوف ان ده يعني كان طول الوقت عينه على تجربة نجيب ريحاني؟ هو تجربة الاستاذ نجيب ريحاني في الكوميديا المصرية تجربة رائدة ومعبرة تماما عن الفترة الزمنية اللي هو كان موجود جواها، لأنه كان الكوميديان الواعي لقضايا الناس البسطة، المدافع عنهم بشكل مستمر، حتى الشخصيات اللي عملها كلها تقريبا بتنتمي إلى البسطاء، وواعي جدا بالمسألة الاجتماعية، ومن خلال الأستاذ بديع خيري وكم التفاهم اللي كان موجود بينهم كان بيعملوا التوليفة دي بشكل كويس قوي قوي قوي، يعني حتى في نوع من أنواع الصراع الطبق اللي موجود لما بيخش بيت الباشا وتحصل مجموعة من المفارقات
وأن هذا الإنسان البسيط عنده القدرة أنه يظل نقي ويظل أمين ويظل مخلص للعمل بتاعه وعندوش استعداد للمساومة في ما هو حق وما هو صحيح يعني منطقة ما. فكان بيعبر عن روح معينة، ودي المشكلة اللي واجهتنا بعد كده، أنه الكوميديان ما عدا فؤاد يعني وقلة قليلة، أنا بقيت الكوميديان اللي ما بيجمعش، أنه بقى الكوميديان الغير سريع في الاستيعاب، الكوميديان اللي بيعبر عن تشوه ما في الشخصية مش في سلامة الشخصية. فؤاد حافظ على المنطقة دي دائما في منطقة سلامة الشخصية وسلامة ذهنها وقدرتها على التصرف وتلقائية واحترام القيم والأخلاق وتلقائية وخفة دم ابن البلد بصفة عامة، وإن كان هو ابن البلد للتربية القاهرية في المقام الأول أكيد. ويميزه كمان أنه حافظ نتيجة التربية والنشأة دائما على سلامة مخارج اللفظ، طبعا الألفاظ والسليمة، وهو يمكن تماماً. في حوار قبل كده في التلفزيون أشار أنه عاشق للغة العربية ولقراءة اللغة العربية، وطبعا بحكم الوالد يعني هو كان متمكن تماما من مخارج الألفاظ أكيد. وفي الحقيقة هو برضو يعني عن حكاياته عن والده أن رغم هذه القيمة أو القامة العلمية الرفيعة إلا أنه كان خفيف الدم جدا وابن نكتة وسهل في صياغة الكلمة وده اللي ورثه لفؤاد. طيب أستاذ فاروق، يعني وإحنا بنتكلم على فؤاد المهندس في السينما تحديدا، هو طبعا عملاق على المسرح، واحد من أهم ممثلي المسرح المصري، ولكن بالنسبة للسينما البعض بيشوف أن أدواره التانية في السينما كانت أقوى وأبرزت موهبته بشكل أكبر يمكن من البطولة المطلقة في السينما، تعليق حضرتك على هذه الجزئية؟ هو كان في لقاء من اللقاءات كان التقى بألفرد هيتشكوك في أحد الأوتيلات يعني في مناسبة من المناسبات، فبيسأله فؤاد بيسأله يعني بيقول له يعني إيه الواحد ممكن يعمله وإيه الأولويات في مسألة الواحد يعمل فيلم كويس، فقال له النص. قال له نمرة اثنين، قال له النص. هو ده فعلا، أنه هل أنه مجموعة الكتاب المعاصرين بنفس قوة الممثلين اللي موجودين والمواهب الموجودة على الساحة بنفس قوة ومخرجين بنفس قوة الكتاب دول بما يتناسب مع قدرتهم على توليف هؤلاء بشكل دي مسألة مهمة جدا. عشان يعني حضرتك بتشوف العيب في الكتابة، كتابة هذه الأفلام مش في موهبة يعني أو وقوف فؤاد المهندس قدام كاميرا السينما. مش بقدر ما هو هذا هو ما هو متوافر نتيجة لحظة ما، لأنه سينما مختلفة في أنه في رأس المال المنتج، دي دائما مشكلة لأنه رأس المال هو العصب المسيطر على العملية الإنتاجية، ونوع رأس المال هيديني نوع المنتج، فلو عندي منتج ثقافته بسيطة هيختار نص على قده وهيقدم موضوع على قده. تمام. لو راس مال متربي مثقف واعي يبقى هيختار مخ كويس، هيختار سيناريو او نص كويس وموضوع كويس وهكذا، فالمساله صياغه كامله ما بين المبدع وراس المال. عشان كده لما نيجي لتجربه القطاع العام الى حد ما كان ليها تاثير على نوعيه المنتج اللي موجود، وايضا كان ليها تاثير على الجداد اللي ممكن المخرجين الجدد والكتاب الجدد ممكن يتعامل معاهم فؤاد المهندس. عظيم. نتوقف مع هذا المشهد من فيلم الشموع السوداء والذي قام فيه الفنان الكبير فؤاد المهندس بدور صديق البطل، وده الدور اللي هو اعتاد على القيام به لفترة طويلة في عدد كبير جدا من الأفلام المصرية. نتوقف مع المشهد ونعود من بعده. وشك السمح، دمك الخفيف، واللي في قلبك باين في عينيك. أحمد
انا عايز اتاكد انك فتحت. فاكر زمان؟ فاكر. يلا الشاي يا أستاذنا الشاي. حرما يا ماما. جمعا يا حبيبي. ان شاء الله كلنا في زيارة رسول الله. الست هانم وانت والست ايمان وانا وفاطمة. يا سلام، ده العزبة بكرة هتفرح قوي لما هتعرف الحكاية. اذا العزبة عرفت يا عبد المعطي، ايمان مش هنكتب لها انها تكون معانا. ازاي بقى؟ مشاهدينا الكرام، الشموع السوداء يعني ونحن نشاهد هذا المشهد. استاذ فاروق عبد الخالق قال لي ان فؤاد المهندس في هذا الفيلم لم يكن صديق البطل بل كان ضمير البطل، وحضرتك بتشوف طول الوقت ان فؤاد المهندس قدراته التمثيليه اعلى واكبر من التحجيم او التنميط اللي البعض حطوا فيه. ده تماما، لانه احنا عندنا ظاهره فريده في الحقيقه. ما اعتقدش ان في من يوازي فؤاد المهندس في كم الانتاج بهذا الشكل، انه في نفس التوقيت سوبر ستار سينما، سوبر ستار مسرح، سوبر ستار تلفزيون، سوبر ستار اذاعه بكل ما في الاذاعه من خصوصيه كلمه سوبر ستار، اللي هو جذب المستمع لخلق العالم التخيلي كاملا من خلال الصوت فقط لا غير. طبعا تجربته في برنامج نقدي مهم جدا، كلمتين وبس تستحق وقفة، ولكن ساعة لقلبك اللي ابتدى من خلالها في الإذاعة المصرية واللي أفرزت عدد كبير جدا من نجوم الكوميديا وكلهم ليهم مكانتهم المهمة جدا، ولكن فؤاد المهندس فرق أو عمل طفرة لوحده. هو الجيل ده في الحقيقة يعني جيل مميز جدا، لأنه دي كانت النقلة بين مجموعة الكوميديانات القدام، مرحلة مفصلية جدا، اللي هو الأستاذ إسماعيل ياسين، عبد الفتاح القصري، صبجي، ماري منيب، كل ده مرحلة ساعة قلبك. هو ما بعد هذا الجيل محمد الديب، حتى بالنسبه للكتاب بدا في عندنا مجموعه من الكتاب الجدد، عبد المنعم مدبولي ويوسف عوف وبهجت والمجموعه ديت، فكانت نقله جديده خالص، والاذاعه منفرده تماما بالمساحه. فلقيت برنامج زي ده يملا فراغ وايضا يجتذب المستمعين وينتظروا ويعاد مرة والتانية والتالتة، والكل بيتابع متابعته مع التنوع الشديد. حصل ساعة لقلبك ملت هذا الفراغ، وأيضا ملت فراغ آخر خاص بالحفلات الغنائية، أصبحت فقرة دائمة في الحفلات الغنائية، والجمهور ينتظرها كما ينتظر نجوم الطرب اللي بيستناهم في حفلات المنوعات اللي كانت موجودة في هذا الوقت. فكان فيها شقين، شغل المسرح وشغل الإذاعة. يعني السينا الصغيرة اللي بتتقدم هي مش مجرد سينا إذاعية بقدر ما هي مشهد ممكن تصوره مرئيا في حركة وأداء على المسرح، ولكنه سريعا استفاد من هذه التجربة وقدر يوظفها بعد كده في أعمال أخرى كنجم بقى للكوميديا، مش مجرد دور، لان يعني كتير من الثنائيات اللي خرجت من ساعة قلبك اكتفت بدورها كثنائيات كوميدية بتطلع في الافلام من حين لاخر تعمل سكتشات او لقطات سريعة وخلاص. فؤاد المهندس لقى لنفسه مكانة. كان في جزء من دوت للمجموعات الاخرى لانه ناتج عن تشابه ما في منطقة التماس بينها وبين اخرين. لكن النصيحة اللي كان نصحها نجيب الريحاني
لفؤاد المهندس فكروا بمقوله بتاعت بمقوله لفيلسوف شعر اللي هو جوتا الفيلسوف العظيم يعني، فلتكن انت ما تقلدنيش، لانه حكايه انه ما بينامش بالليل عشان نجيب الريحاني وبيقعد ينام قدام المسرح ويستناه واشتغل له سكرتير وعايز يعمل اي حاجه في الدنيا. دي لم ترضي نجيب لانه حس بموهبته، فقال له اوعى تفكر انك تحاول تبقى انا. مش انا كل حاجه بالنسبه لك، بس ده مش صح. فلتكن انت يعني لازم استوعب الدرس ونفذه ونشوف المشاهد الصغيره قوي او المسامع الصغيره قوي جزء من فؤاد المهندس وخيرية أحمد في محمود، غير متكررة غير مسبوقة ولم تتكرر فيما بعد. ده جزء بسيط للمشهد، والمشهد نقلنا لأن احنا نخش المطبخ بتاع البيت خيرية وهي بتعمل الأكل، احنا كل ست بيت شافت نفسها بشكل كاريكاتوري وكل رب أسرة شاف نفسه بشكل كاريكاتوري مختلف تماما. عظيم. حضرتك خلال الفاصل قلت لي ان الظروف السياسية هي اللي وجهت موهبة فؤاد المهندس للكوميديا والالتزام بهذا الشكل برغم ان طاقته التمثيلية كانت تحتمل اكثر بكثير. ويعني من 67 ل 73 يعني من وقت يعني نكسة 67 وحتى انتصار اكتوبر في 73 كانت معظم مسلسلات رمضان هي من بطولة فؤاد المهندس وشويكار، يعني هذا الثنائي الرائع واللي تحولت بعض هذه الأعمال بعد كده لأفلام كوميدية معروفة. إلى أي مدى بتشوف أن الظرف السياسي والفترة دي وطبعا كانت فيها الناس محتاجة للبهجة وللكوميديا أن هي اللي صنعت هذه النوعية من الأفلام؟ والله هو قدر الجيل بتاع فؤاد المهندس أنه من الأربعينات، يعني هو في آخر الأربعينات كان طالب في كلية تجارة جبل القاهرة، وكان احنا طبعا عفوا شايفين بعض الصور للثنائي الرائع المبهج دائما شويكار وفؤاد المهندس. طبعا وكان في هذا التوقيت ارقى مناطق وعي الطبقة العاملة المصرية والطبقة والحركة الطلابية المصرية، لانه كان في حرب فلسطين او الاستعداد لها او النتائج اللي ترتبت على انه في دولة غير مستعدة لمثل هذه الحرب المصرية، فالحركة الوطنية كان لها دور قوي جدا جدا في مناوئة الانجليز وفي محاولة التقليب على النظام الملكي او الاحزاب في هذا التوقيت. ده منطقة جواه. بعدها عندنا منطقة الثورة وما تم فيها من مجموعة تقلبات سياسية كتير برضو الأحزاب حظرها، الحركة حركة الجيش، محاولة الاغتيال 56 كلها. بس فؤاد شاف نفسه في منطقة تانية أنه في ناس كتير قوي بتتكلم في السياسة وناس كتير قوي بتتكلم في الحماسة، فليكن دوري أنا أن أبحث عن البسمة في وجوه هؤلاء البشر اللي أنا بأدين ليهم بأن أنا بنتمي ليهم. فبقت مسألة الضحك دور وطني دور. طيب هنرجع للجزئية دي ونشوف لو كان فؤاد المهندس قدم أدوار أكثر تنوعا أو فيها اختلاف أكثر كان ممكن نشوف موهبته إزاي، خاصة أستاذ فاروق كان بيقول أن في نماذج مهمة جدا زي أرض النفاق تؤكد أن ممثل قدير. هنتوقف مع هذا الفاصل وشنبه في المصيادة ونعود من بعده مرة أخرى. ومكتب ومحبره سودا ومحبره حمراء، وانا بعون الله افنط لك العالم ده كله في مخ الالكترومي ده من غير ورق ولا ايه؟ ربنا ينور لك مخك كمان وكمان يا معلم. ما هو منوره من غير دعواتك يا سيشان ابو فند. ونعم بالله. تقول ايه بقى في اللي يقطع عيش واحد؟ ينقطع عيش يا معلم؟ حلو. الجمعه اللي فاتت احنا قطعنا عيش الواد عبد الغني ليه؟ عشان طلع عنده عجز رغيف ونص. وكان يوم ايه؟ كان يوم اسود يا معلم. لا يا حيدر، كان يوم اتنين.
وبالاماره طلعنا اول خبزه 18000 طري و3000 ميلاد. تمام يا معلم. تاني خبزه المكنه عطلت، اشتغلنا على الهاد، المصمت خد 6000، عباس الفوال 3.5، ام زكيه نص في الربع في 3 ارباع. ما شاء الله يا معلم. بص قدامك الست بتتوحم. اشتغلت المكنه التانيه، كملنا حصه الطري وسحبنا المرجوع، ادينا الحاج 20000 وكملنا مقطعيه عبد العال 6000 طري و6000 ميلاد. تمام، اللهم صل على النبي. ده ايه الذكاء؟ بص قدامك الست بتتوحم. يبقى حساب اليوم كله 64000. لا يا معلم، سيادتك نسيت حاجه. ولا فتفوته اهو يا معلم. انكتمت ليه؟ اصل نسيت وجماعة التاريخ على عيش. حيل، يبقى زي ما اتفق، اللي جرى على عبد الغني يجرى عليك انت كمان يا سيشان ابو فان. المسامح كريم يا معلم. ادي ربكان المكتب لعنتر وسلمه عهدتك. عهدتي ايه يا معلم؟ ده هو الدفتر وشوية ورق وكربونتين وقلم كوبيا وبراية بسلاحين. ايوه يا فندم. بس مع السلامة يا سيشان ابو. طب وحسابي؟ مالكش حاجة عندي. يعني ايه بومبا؟ سميها زي ما تسميها. وعامل لي اداره وبص قدامك وخش بظهرك. اتفضلي بقى وبص في وش جوزك وتوحمي عشان بعون الله تخلفي خرتين. ايه؟ يا نهار اسود. غصب عني يا عنتر. معلش، شدوا الزولة يا شنب. قبل أن نشاهد معكم هذا المشهد من فيلم شنب وفيلم الصيادة، تطرقنا لجزئية الأفلام اللي قدمها فؤاد المهندس، واللي كانت في البداية مسلسلات في رمضان في الفترة من 67 ل 73. وهذه النوعية من الأفلام اللي هو يمكن أستاذ فاروق عبد الخالق قبل الفاصل كان بيقول إن الساسة دورهم ان هم يشتغلوا بالسياسه ويتكلموا في السياسه، ولكن الفنان وهو كان شايف ان هو عن نفسه دوره ان هو يسعد الناس ويحاول يقدم لهم شكل من اشكال البهجه في وقت عصيب جدا كانت بتمر بيه مصر وظروف سياسيه قاسيه جدا. البعض استاذ فاروق كان بيشوف على العكس هذه النوعيه من الافلام اللي قدمها فؤاد المهندس في هذه الفتره، والحقيقه مش هو بس، يعني عشان نكون منصفين، الفن بشكل عام في هذه الفتره كانت محاولة لتغييب الناس وتغييب وعي الناس وإلهاء الناس في يعني أعمال فنية مش عايزة أقول تافهة ولكنها قليلة القيمة، لأن طبعا تجربة فؤاد المهندس يعني تحديدا في المسرح أكثر عمقا، والأدوار والنصوص ممكن تكون لها أهداف أبعد وأهم بكتير. فعايزة تعليق حضرتك على هذه الجزئية. لو بصنا اليومين اللي احنا فيهم دول، لما الدولة انسحبت تماما من الانتاج والتشريعات الاقتصادية او كلها يعني بشبه بتحارب السينما، والتلفزيون انسحب من مسألة انه ينتج المسلسلات بالشكل القديم، ماذا افرزت هذه الحالة؟ هي افرزت برضو مسلسلات احنا مش مرتاحين منها، وافلام ما يقال عنها افلام فلان الفلاني ديت اللي مليانة بالرأس والهشك والحاجات زي كده يعني، ومستوى متدني من الذوقيات الحديثة، أو فيلم قليل التكلفة يستطيع أن يعني إيه يجذب الجماهير بشكل من الأشكال أيا كان هذا الجمهور. هي نفس المرحلة ديت ما بعد 67، وبدأت الدولة تفكر مرة وأخرى، القدرات لا تسمح بانها نصرف على سينما وعلى مسرح مع كل الاهميه بتاعتهم الغير عاديه بتاع بقيه الناس، وفي نفس الوقت نسلح جيش فقط كل اسلحته وما اليه، وايضا شارع خايفين انه المساله بتاعت الهزيمه تؤرقه لمرحله انه يتمرد او انه يبقى في شكل معين، فبقت مساله الالهاء ده جزء من سياسه، جزء من واقع بيفرضها نتيجة ظروف اقتصادية واجتماعية معينة. مسألة انه ننسي الناس شوية حزن الهزيمة بعد طموح الامل الكبير، ففعلا حصلت افلام خفيفة قوي 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 بتتعامل مع هذه المسألة. وفي الطيار ده طلعت افلام كتير مجرد استهلاك وقتي، وما اعتقدش ان بعد الفترة دي حتى احنا بنشوفها في الريبورتوار بتاع التلفزيون دلوقتي ما بتتعادش، لانها بقت افلام اخف من انها تشغلنا اكتر من الدور التجاري بتاعها، وانها تشغل دور العرض
وبعض الناس في هذا التوقيت. طيب شنبه في المصيادة اللي شفنا مشهد منه، أخطر رجل في العالم، الراجل ده هيجنني، انت اللي قتلت بابايا، يعني كتير من الأعمال اللي قدمها فؤاد المهندس في هذه الفترة. هل حضرتك بتشوف أن هذه الأفلام هي النواة أو البداية أو الأب الشرعي ممكن نقول للأفلام اللي بعد كده في الألفينات ابتدت تمشي على نفس النمط وتكون أفلام خفيفة وكوميدية، بيطلق عليها كوميدية ولكنها أفلام خفيفة؟ طبعا، بس هو في نفس التوقيت دوت حصل طفرة في اتجاهات أخرى. أيام فؤاد المهندس لما حصلت مسألة الكوميديا دي، بس في ناس رفضت هذا التيار وحاولت أنها تتمرد عليه. فمثلا إحنا بتوع الأتوبيس، مثلا الفيلم بتاع أبناء الصمت، مثلا أسف فيلم أغنية على الممر، الأفلام اللي هو الإنتاج الخاص اللي من النوعية دي، اللي بقى في اتجاه آخر موازي، وانتصر هذا الاتجاه إلى حد كبير، الاتجاه الموازي بمخرجينه بكتاب بممثلينه. لكن فؤاد سبب صموده أنه كان عارف أن بيته الأساسي المسرح، صحيح، وأنه رسالته الأساسية من خلال المسرح، وعشقه واحساسه بانه هو موجود من خلال وتوهجه كفنان بيطلع اكتر. لكن السينما زياده في الانتشار، وهو حدد ان علاقته بالسينما ناتجه عن عامل من اثنين: واحد اما فيلم اداؤه للدور فيه هيجيب له اجر يصرف منه على المسرح، اما مخرج صديقه بيثق فيه لجا اليه وقال له تعالى. فهو ضعيف امام هذين العاملين، أنه المسرح بنفقاته الضخمة اللي ممكن الواقع ما يكونش قادر أنه يفي بالمتطلبات الاقتصادية بتاعته بشكل جيد، فيبقى الممول بتاعه وبيته وأسرته يعني من خلال قبول الأدوار، لو ما عملهاش غيره هيعملها يعني، وثقته بمخرج فبيروح له وهو مسلم تماما بأنه. وكمان فؤاد المهندس في هذا التوقيت يمكن في السبعينات لتجربة مهمة جدا بتاعت بيبا زلاطة، أن فؤاد لم يكتفي بدور الممثل في السينما، لكن لما تحمس لفيلم معين أنتجه بيبا زلاطة، إنتاج فؤاد المهندس وإخراج مخرج تلفزيوني من هذا المكان اسمه حسن حافظ، ولأنه فؤاد شاف في الفيلم دوت إيه؟ أنه جزء الفرس اللي بيعمله، طب ما نخليه لكوميديا فرس وأكشن في نفس الوقت. إزاي حتة اللي ندخل الحيل وصورة الإيقاع بتاع الفيلم الأمريكي شوية، لكن في الإطار بتاع إذا كنا عملت أخطر رجل في العالم، مقتصر على المؤامرات بتاعت العصابات بلا عنف وبلا أكشن يعني، فأنا إزاي أعملها في فيلم من إنتاجي في مساحة الأكشن كده يعني. طب وبالنسبة يعني وميزانية أكبر، هو وفرها للفيلم في الحقيقة يعني. هو الفيلم أكثر تكلفة من وقتها نجح يعني يعني كان وسط، ما نقدرش نقول ان هو حقق النتائج الرائعه يعني، لكن لم يفشل. ودي كانت يعني تجربته الوحيده في الانتاج، دي كانت اهم تجربه. تمام. عوده اخطر رجل في العالم، هل هو استثمار لاخطر رجل في العالم الجزء الاول منه؟ طبعا. لانه منتج السينما، اي منتج سينما لما معاه فيلم بينجح، اما هو إما مجموعة المنتجين الموازين في نفس التوقيت بيحاولوا يستثمروا هذا النجاح، لكنه ما نجحش زي الجزء الأول. لا ما نجحش يعني، لا لأنه ما فيش تغيير يعني، ما فيش. طب هنقف مع مشهد من فيلم عودة أخطر رجل في العالم والفنان الكبير فؤاد المهندس، ونعود من بعده مرة أخرى. بسرعة مفيش وقت، بعد اللي عملته معانا مالكش أمان. ثوابك معانا ما تطمنش، أنا عايز نصيبي. هتفضلوا طول عمركم أغبياء، علشان كل واحد ياخد نصيبه لازم اولا تنباع الالماظة، ثانيا كل دقيقة بتمر فيها خطر على حياتنا. يبقى الالماظة شيلها معايا. ما كانت معاك يا وحتة بيت لطشتها منك، يبقى انا اللي شيلها. يو انت مش قد 5 مليون، ادوهالي. يكتي عليك، انت لسه يا بابا في سنة اولى. اوعى تتحرك يا مستر ايه الالماظ، اياك تتحرك هتضرب في المليان معمر.
الضلمان. حاضر. I'll kill you, but I'll do it my way. Come, baby. هقتلك بطريقتي الخاصة. مشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في مواجهات سينمائية وحلقة مخصصة للأستاذ فؤاد المهندس. يعني كنا بنشوف مشهد من فيلم عودة أخطر رجل في العالم، وكنا بنتكلم على مجموعة من الأدوار اللي كان فيها فؤاد المهندس بيقوم بالبطولة المطلقة، واللي كانت يعني أفلام خفيفة ولطيفة ومبهجة. وهي طبعا يعني بعد مرور فترة من الزمن بنحس قد إيه هي يعني ممكن نقول مفرحة جدا، حتى الأطفال لسه بيشوفوها. يعني ما نقدرش نقول إنها أفلام سيئة، ولكن قيمة فؤاد المهندس أكبر من هذه الأفلام، ودوره المهم جدا في المسرح وأداؤه. كنا بنتكلم على الثنائي الأشهر شويكار وفؤاد المهندس، إزاي في السينما ظهروا بشكل وفي المسرح كان شكل تاني خالص. تفسير حضرتك إيه لهذا الاختلاف؟ هو بالنسبة للمسرح عند فؤاد المهندس وعممنا وإبراهيم والمجموعة دي حالة جديدة، وكمان باب اتفتح في ظرف تاريخي معين. يعني حكاية إنشاء فرق التلفزيون العشرة وسيد بدير وإشرافه عليها الكامل، وأنا مجموعة من المواهب بتاعت المسرح الجامعي أو بتاعت المسرح الحر أو الفرق المختلفة، أنه يسمح لكل هؤلاء بالتواجد في لحظة. طبعا. واللحظة دي لأول مرة يمكن بهذا الزخم يحصل أنه عندي التلفزيون بيقدم لي ناس، وبدأت الأسرة، كان التلفزيون بيقدم الثلاث أربع ساعات والقناتين المحدودين يعني، لكن بقت الأسرة أكثر شغفاً بمتابعة الحالة بتاعت الاحتكاك المباشر بالممثل، لأنه كان المسارح منتشرة فيما يقرب من 15 مسرح بيشتغلوا صالة مسرحية في القاهرة، والأسعار زهيدة جدا جدا، فمتاح للناس انها وما يقدم فيها ما فيهوش تجاوز يخدش حياة أسرة. فكانت رحلة من الرحلات اللي بتنظم عائليا وأسريا، إلى وهم استثمروا إقبال الجمهور ده. يعني وحاجة أقرب لمثال، المشاهد اللي يجي لنا عمره ما هيعرف يفلت مرة أخرى، وده كان النجاح بتاعهم. تمام. وكانت حالة الإحساس والحياة أبسط شوية، فالإحساس بالكوميديا كانت أعلى، فالحالة المسرحية وحالة البهجة بشكل عام كانت عالية جدا جدا جدا، بحيث أنه أصبح ارتياد المسرح شيء معتاد بالنسبة للأسرة وضمن جدولها، زي ما قبل كده كانوا بيروحوا السينما بشكل معتاد. لأن المسرحية كانت بتقدم 15 يوم فقط لا غير على المسرح، وكان وصلت لأنه يبقى عدد المرتدين للمسرحية الواحدة في الليلة الواحدة قد يصل إلى 800 أو 900 أو 1000 شخص من الناس العاديين، في ظاهرة استمرت مدة مش قليلة، لكن أفرزت هذا الجيل الغير مسبوق. وأعمال باقية ورائعة ويعني بالزبط. مهمة جدا. ويمكن يعني احنا في المقدمة ذكرنا سيدتي الجميلة، وإذا كان الثنائي الرائع فؤاد المهندس وشويكار، وإزاي فؤاد المهندس كمان بذكاء شديد اكتشف موهبة شويكار ووظفها بشكل سليم جدا، لأنه طلعها الكوميديانة الأنثى الجميلة، عكس اللي كان النمط السائد ان لازم الكوميديانة تكون قبيحة او بتبالغ في شكلها عشان تبدو قبيحة، فهو عمل حالة تانية خالص. والناس اعتقد انها كانت متيمة بهذا الثنائي. هو السيدة الجميلة مش كده؟ هي اصلا انا مش بكلم على بس سيد، انا بكلم عموما عن الثنائي ده بالظبط كده. لكن هو اصلا السيدة عن الفيلم بتاع ماي فير ليدي، وفيلم ليه شهرته، و الفرقة اللي أنتجته اللي هي سمير خفاجي والفنانين المتحدين، عارفة أنه
في واحد يقول لك ايه سواء في السينما او في المسرح، في منتج يصرف على الصوره كتير قوي 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 لانه الصوره محتاجه ده، لانه التوفير يبقى مضر، مفيش حاجه اسمها توفير. لكن ادوا الصوره واصرف عليها كويس قوي قوي، المشاهد هياخد بحقه متعه، يخرج العمل بشكل سمعيه وبصريه وبالتالي هيقبل عليا اكتر، يحس انه خد بفلوسه فرجه. المسرحيه عملت دوت في الحقيقه، يعني عملت ايه وبدون البطل الفرد المطلق اللي زي مثلا في المسارح القديمه عند الكسار عند مش عارف ايه الحاجه دي. وبدا في مجموعه من كبار نجوم الكوميديا موجودين، وكل منهم مع ان هم كانوا في يعني في البدايات صحيح، يعني ولكن كل واحد ليه بصمه، كل واحد ليه بصمه صحيح وليه مشهد متفرد بيقول نفسه فيه او مجموعه من المشاهد المتفرده. مش معنى انه شوكار وفؤاد هم الابطال انهم مستحوذين على المساله تماما، وده ذكاء فؤاد المهندس والباقي مجرد سنيده. وده اللي افرز لنا مجموعه من الابطال كتير، حسن مصطفى، سيد زيان، محمود الجندي، عادل امام، سعيد صالح، مع احترامي للاسبقيات يعني صحيح صحيح. فحاله مسرحيه غير عاديه في هذا التوقيت، وكل هذه الاسماء انتقلت للسينما بعد كده وبقوا نجوم كمان كبار، ما بقاش قدامهم غير السينما صحيح. حضرتك خلال حوارنا قلت لي ان ارض النفاق واحد من اهم افلام فؤاد المهندس، واللي بتبرز طاقته التمثيليه بشكل حقيقي، وكمان بتوضح ان هو كان ممكن لو في ظروف اخرى يخرج عن اطار الكوميديا فقط ويقدم ادوار مختلفه ومتنوعه وفيها يعني افكار مختلفه. هنتوقف مع مشهد من ارض النفاق اللي انتج سنه 1969 ونرجع من بعده مره ثانيه. مش كل واحد يستحمل الشجاعة. كنت مستحملها ومستحليها لحد ما راح مفعولها، فقت لقيت نفسي رايح في 60 داهية. وكنت عاوز تاخد اكتر من 3 ايام؟ ده اللي حصل لي في 3 ايام ما حصليش في عمري كله. المدير عايز يرفدني، مراتي عايزة تطلقني، دخلت قسم البوليس لأول مرة في تاريخ حياتي وعملوا لي قضية جنح. جالك كلامي اهو، عشان كده الحبوب دي كلها بايرة، محدش راضي يشتريها. انما انت عايز الصراحة، الناس لها حق. في ايه بقى؟ في انها تخاف من الشجاعة. يعني خلاص ما عدتش عايز حاجة تاني؟ والنبي اللي عملته الحبوب بتاعتك عليك انت تصلحه. برضو الحبوب بتاعتي انا كنت ضربتك على ايدك وقلت لك خد. ضربتني ما ضربتنيش، المهم النتيجه. شوف يا ابني، شجاعه من غير مروءه ما تنفعش، تبقى شر. مروءه؟ ايوه، كان لازم تاخد حبوب مروءه. شوف بقى اما اقول لك، حبه النفاق يصلحوا الحال. ما قلت لك حبوب النفاق خلصت والناس ما خلتش منها حاجه لغايه ما بعتها بالبطاقه. امال الناس كلها كده ليه؟ مش عشان خدوا الحبوب؟ انا حاسس كده والله اعلم ان عندك حبيتين تلاتة شايلهم لوقت عوزة. اعمل معروف ادهم لي لحد ما ارجع البيت والشغل وبعمل فيها اللي انت عايزه. كم حباية نفاق الله لا يسيئك. وانحليت في عينك. احلف لك على مصحف. حبتين كفاية؟ كيسين اعمل معروف. بحالهم يصلحوا الحال. الكيسين اللي فاضلين هم، اعمل حسابك مفيش غيرهم. طب الحقني بكوبايه ميه وحياتك، اخد حبايه دلوقت. أرض النفاق تجربة مهمة جدا وخضها فؤاد المهندس بشجاعة كبيرة جدا، لأنه هو فيلم قائم على فكرة
انتقاد سلبيات المجتمع. إلى أي مدى أستاذ فاروق حضرتك بتشوف أن هذا الفيلم أبرز طاقة فؤاد المهندس الفنية، وكمان أنه يخوض هذه التجربة في وقته هو كوميديان هو يعني الأشهر والأهم في الساحة، ولكنه يعني ينتقي هذا الموضوع اللي فيه قدر كبير جدا من يعني الرمزية والعمق طبعاً الفلسفي طبعاً. يعني كمان. هو ده الصعوبة اللي فيه حضرتك كنت عليها، الرمزية والعمق الفلسفي الموجود في هذا الموضوع. أن في جزء كبير من مقاومات الموضوع قايمة على أن أنا أشغل ذهني في الحاصل، ماذا لو؟ تمام. ده كان السؤال الجوهري، مش كيف يعني. فبقى السؤال برضو كيف يتعامل مع هذه المنطقة الذهنية؟ يعني في شقين في الحكاية، ما فيش الموضوع البسيط السهل السلس المسطح، لا ده بيتعرض لمسألة كونية، مسألة التعامل مع من خلال الصدق والنفاق لكن بعمق شديد جدا. تمام. جدا جدا. وهو في الحقيقة روعة فؤاد أنه ما حاولش يفرسج الموضوع ويبسطه زيادة على اللزوم، لكن احترم الموضوع جدا 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 بأنه زي يمثل بهدوء وإتقان وبعمق للشخصية من خلال عاملين هو كان بيهتم بهم جدا جدا، وكل الممثلين الكبار بيهتموا بهم جدا، عارفين ان في عاملين لابد من الاهتمام بهم. لا اغفل العنصر بتاع الجوانب الداخليه في الشخصيه، التكوين الداخلي للشخصيه، عن المظهر الخارجي، الاثنين بيبقى فيه نوع من انواع التناسق والانسجام بينهم، هما الاثنين كل منهم معبر عن الاخر. ان انا ما بنطقش بلغه غير مظهر الخارجي، ولا بارتدي ملابس بغير زي المفهوم العميق للشخصية. وده هنا اللي كانت المسألة، لأنه حتى في المعالجة الفيلمية اللقطات فيها نوع من أنواع التأمل للفكرة، في تأمل للفكرة كده، محاولة لأن الصورة تبقى بتعبر عن حالة التأمل وحالة العمق، عن لأنه كنا برضو ساعتها إحنا كنا بنعاني من مسألة نفاق السلطة ومسألة الوضوح مع النفس. نفاق السلطة والمشي وراها بلا تفكير اللي وصلنا لما وصل إليه الحال في 67 بالحقيقة يعني. أي نعم الفيلم ما خدش المسألة بشكل مباشر، لأنه بشكل مباشر ما يبقاش فيلم. صحيح. لكن بقت المسألة أنه لما بخرج من الفيلم لا تزال هناك بعض الأسئلة مطروحة في التساؤلات. صحيح. يعني واخد معايا للفيلم وأناقشه بيني وبين نفسي، ما اعرفش انام واتخلص من الفيلم. لا بيطاردني شويه يعني. تمام. طيب يعني حضرتك خلال الفاصل سالتك عن اهم الافلام اللي حضرتك بتشوف ان فؤاد المهندس تميز فيها في السينما، ذكرت لي نموذجين تحديدا، قلت لي عائله زيزي وقلت لي صاحب الجلاله، برغم انه كان دور تاني. كان يعني مش هو البطل الاوحد للفيلم، برغم ان عنده افلام كتيره جدا هو البطل الاوحد. بتشوف ليه التجربتين دول تحديدا؟ وهضم ليهم سريعا كمان بين الاطلال ونهر الحب اللي كمان كان فيهم دور تاني ولكن ببعد انساني كمان مختلف تماما، والشموع السوداء اللي شفنا مشهد منه. هو بالنسبه لصاحب الجلاله ده هو اللي اختار الشخصيه اللي تحل محل عن محل الامبراطور، وفي جزء التعامل معه، والشخصية دي لبطل من أبطال السينما المصرية اللي تكوينه الجثماني الضخم والطلة بتاعته يعني خليته معشوق للجماهير والبطل الشعبي للجمهور وهكذا يعني. فؤاد في جزء الأداء طوع إمكانياته لخدمة الشخصية المستعارة، لخدمة صاحب الجلالة المزيف، طول الوقت كان بيخدم عليها، وفي طريقة الأداء لم يطغى في لحظة من اللحظات على طريقة أداء فريد شوقي اللي هو المفعول به طول الوقت وهكذا يعني. وفي نفس الوقت لم يكن منسحقا أمام الهيولة بتاعت ودي فيها جزء مخرج وايضا فيها جزء اداء. في عائله زيزي طبعا فكره عمل جماعي وكلهم بالظبط كده، ولكن فؤاد المهندس بيظل كان هو الابرز لانه هو ممثل رب الاسره بالاخ الكبير كده بتاع عنده قائد البيت. تمام.
اللي قادر من خلال خفة دمه ان الاصابع ما تفلتش من ايده. عظيم. هنتوقف مع مشهد من فيلم ايوب وهو واحد من الافلام الاخيرة اللي قدمها فؤاد المهندس ونرجع من بعده مرة تانية. عبد الحميد السكري. معقولة جلالة بالصعود؟ ما صدقتش عم صالح لما قال لي انك لسه فاكرني. مفاجأة بمليون جنيه. بتقول مليون؟ طب ايدك على حاجة تحت حساب. زي ما انت يا واد، كأن الزمن ما غيرش فيك حاجة ابدا. زمن مين يا ابني؟ الزمن يتشطر على العبط اللي زيك. ايه ده يا سيدي؟ انت شاري كرسي من بتوع المعوقين؟ ده اللي عمله فيا الزمن يا جلال. مش بقولك بيتشطر على العبط. 20 سنة من غير ما اشوفك. لكن انا كنت بشوفك. بشوفك في المجلات والجرايد واسمع اخبارك اول باول. بسم الله ما شاء الله، حاجة تفرح. طب اسأل علي. خفت يا عبد الحميد. خفت؟ خفت. المليونير اللي زيك عبد الحميد بيبقى حواليه ناس ثقيلة مهمتهم انهم يسألوا عليه. قلت يا واد ابعد ومسير الايام تجمعنا على بعض. والله زمان يا عبد. جبت لك شوية كتب. لا مؤاخذة، ما كنتش عارفة ان في ضيوف. تعالي يا برجل اقعدي ما تتكسفيش. مساء الخير يا عمي. مساء الخير. بنتك؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. عارفة بقى ده مين يا نبيلة؟ فؤاد المهندس تجربة طويلة ومشوار مهم جدا وفي مراحل مختلفة، يعني المرحلة الأولى اللي كان فيها اعتماد أكتر على حركة الجسد والفارس والبنطلون القصير اللي كان شهير به في البدايات، لبعد كده مراحل أكثر نضجا، لبعد كده ممكن نقول إن هو درجة الأستاذية في التمثيل وإنه يعلم أجيال وكمان يشاركهم أعمالهم. يعني خلي بالك من جيرانك لما شارك عادل إمام 5 باب، البيل بواب مع أحمد زكي، طول الوقت كان بيدعم كمان الأجيال اللي بعد كده من خلال تواجده ومن خلال كمان إرشاداته. والكل كان بيشيد إن فؤاد المهندس كان طول الوقت بيقول لهم إزاي يعني يكملوا مشوارهم في الفن، ما كانش مجرد فنان عادي. وإحنا بنلخص تجربة فؤاد المهندس وتحديدا في السينما، إلى أي مدى بتشوف تأثير فؤاد مهندس في السينما المصرية؟ بما أننا أكيد بنخصص حلقتنا للكلام أكتر عن السينما، طبعا دوره في المسرح يعني يحتاج ساعات، ولكن إلى أي مدى بتشوف أنه هو أضاف وغير في مفهوم البطل وأعماله كمان المهمة اللي ممكن تكون لسه باقية؟ بالنسبة لي فؤاد المهندس هو ممثل أسعدنا على مدى ما يقرب من 50 عام، يعني أسعد الحفيد والابن والأخ والأب والجد، 5 أجيال متوالية. إذا اعتبرنا كل جيل بيساوي مرحلة تقل من 15 إلى 20 سنة 10 سنوات، ففي مجموعة الأجيال دي أسعدها فؤاد المهندس عن طريق أفلامه وعن طريق مسرحياته وعن طريق أعماله الإذاعية وعن طريق طريقة أدائه الصوتي الذي يحمل الحماس دائم لكل ما يقوم به. فؤاد المهندس ما كانش عنده الدرجة الدنيا من المستوى أو ليبل الصوت، كان دائما حابب اللي بيقوله ويعبر عنه بحماس وبيسعد بيه كده يعني. الكاتب وناقد السينمائي أستاذ فاروق عبد الخالق، بشكرك جدا على وجودك معنا النهاردة. شكرا ليك. ومشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من مواجهات سينمائية. كنت معكم ريهام منيب، حتى تلتقي بكم زميلتي قريبا هبة فهمي. شكرا لكم وإلى اللقاء.